معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية. ولدت معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية في يوم الأول من شهر يناير من عام 1972 الموافق 1 ذي الحجة لعام 1391 للهجرة. ولدت في ولاية سمائل بمحافظة الداخلية بسلطنة عمان. هي إحدى أبناء الشيخ العلامة أبو يحيى خلفان بن جميل بن حرمل السيابي رحمه الله. تلقت مراحلها التعليمية بإحدى مدارس ولاية سمائل بمحافظة الداخلية بسلطنة عمان، ثم استكملت المرحلة الجامعية بكلية التربية جامعة السلطان قابوس. تلقت مراحلها التعليمية بإحدى مدارس ولاية سمائل بمحافظة الداخلية بسلطنة عمان، ثم استكملت المرحلة الجامعية بكلية التربية جامعة السلطان قابوس، وهي حاصلة على بكالوريوس في التربية الفنية. تدرجت في السلك التربوي والتعليمي بوزارة التربية والتعليم، حيث عينت كمدرسة لمادة التربية الفنية بمدرسة أم هاني الإعدادية، ثم انتقلت بعدها لمدرسة عائشة أم المؤمنين الثانوية واستقرت بها لمدة سنوات، ورشحت بعدها لتكون ضمن فريق التدريب بمدارس التعليم الأساسي بمحافظة الداخلية بسلطنة عمان، ثم عينت كموجهة لمادة التربية الفنية بمحافظتي الداخلية والوسطى بسلطنة عمان. استمرت خدمتها بالسلك التربوي والتعليمي لمدة 8 سنوات منذ عام 1995 وحتى عام 2003. صدر المرسوم السلطاني لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد رقم 24/2003 في يوم 30 من شهر ذي الحجة لعام 1423 للهجرة، الموافق 3 من مارس عام 2003 للميلاد، الخاص بإنشاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية. ونصت المادة 2 من المرسوم السلطاني على تعيين معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية رئيسة للهيئة العامة للصناعات الحرفية بمرتبة وزير. العضويات والمناشط: هي رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية للفترة 8/2017-2019، وهي عضو بمجلس أمناء جامعة نزوة بسلطنة عمان، ورئيسة اللجنة الرئيسية لمشروع كلية الأجيال لعلوم الصناعات الحرفية والمهن التقليدية بسلطنة عمان. العضويات والمناشط: هي رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية للفترة 8/2017-2019، وهي عضو بمجلس أمناء جامعة نزوة بسلطنة عمان، ورئيسة اللجنة الرئيسية لمشروع كلية الأجيال لعلوم الصناعات الحرفية والمهن التقليدية بسلطنة عمان. هي نائبة رئيس مجلس الحرف العالمي لإقليم آسيا والمحيط الهادي، وهي عضو بالمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، وسفيرة دولية للمسؤولية الاجتماعية بالشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية. تم اختيارها ضمن 12 شخصية عالمية مؤثرة من حول العالم في قطاع الصناعات الحرفية. المهام والمشاركات الرسمية: شاركت في العديد من الوفود الرسمية والتي مثلت فيها السلطنة فيما يتعلق بقطاع الصناعات الحرفية. قامت بعشرات الزيارات لدول ومناطق كثيرة حول العالم لبحث تعزيز وتطوير التواصل بين الحضارات فيما يتعلق بتطوير النهوض بالقطاع الحرفي وحماية الموروثات الحرفية والمهن التقليدية. تبنت خطط وبرامج ومشاريع تنفيذية متكاملة للسياسات المعتمدة في مختلف مجالات ابتكار وتطوير الصناعات الحرفية. أسهمت في حصر وتوثيق كافة الصناعات الحرفية وخاماتها واستخداماتها التي تمتاز بها سلطنة عمان وتحرص دائما على حمايتها. تعمل على مواصلة الاهتمام بالأنشطة البحثية للاحتياجات الحالية والمستقبلية لقطاع الصناعات الحرفية، وحرصت على استحداث حرف مطورة وذات جدوى اجتماعية واقتصادية مستدامة. تحرص على توفير خدمات الدعم والتوجيه والرعاية والإرشاد للعاملين في مجال الصناعات الحرفية في جميع النواحي الإدارية والفنية وكافة الأنشطة المساندة.
تسعى إلى تجويد كافة خدمات التدريب والتأهيل للعاملين في مجالات الصناعة الحرفية وتوفير الدعم الفني والتمويني للمنتسبين للقطاع الحرفي، وتحرص على تطوير القدرات الإبداعية والفنية للحرفيين وفقاً للأهداف والسياسات المعتمدة. قامت بالاهتمام بتدريب الطاقات الوطنية الشابة على الصناعات الحرفية لتطوير قدراتهم الفكرية والإبداعية والقيادية من خلال تدشين أكثر من 20 مركز حرفي متكامل موزعة بمختلف محافظات سلطنة عمان، مع تنفيذ أكثر من 200 برنامج تدريبي وتأهيلي لحوالي 2500 حرفي وحرفية. عززت من إذكاء الدافع التسويقي للحرفيين عن طريق خلق أكثر من 36 منفذ تسويقي داخلي وخارجي بهدف تشجيع المشاريع الحرفية على تسويق المنتجات الحرفية المطورة. وجهت بإعداد دراسات تطويرية لمشاريع نموذجية بمختلف التخصصات الحرفية. قامت بتنمية مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الحرفية مع مختلف الهيئات والمنظمات المختصة بالشأن الحرفي بهدف تعزيز العمل الإقليمي والدولي المشارك. التكريم والتقدير الوطني والإقليمي والعالمي. حاصلة على وسام عمان من الدرجة الثانية تكريما من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد. تقلدت من دولة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان معالي الشيخة وسام الاستحقاق الرئاسي من الدرجة الممتازة كسفيرة دولية في المسؤولية الاجتماعية في عام 2015، وذلك تقديرا وتثمينا لدور معاليها المتميز في العمل المجتمعي. تقلدت وسام المرأة القيادية المسؤولة اجتماعيا من مركز المرأة للمسؤولية المجتمعية التابع للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بتونس. حصلت على الجائزة التقديرية من مجلس الحرف العالمي في مجال العطاء والدعم المتميز لعام 2014. في عام 2014 تم منحها لقب سفيرة دولية للمسؤولية الاجتماعية من قبل الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية. نالت جائزة المرأة العربية المتميزة في دورتها السادسة لعام 2011 في مجال العمل الحكومي من قبل مؤسسة المرأة العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية. اهتماماتها العلمية وهواياتها. هي قارئة جيدة في شتى فنون المعرفة والأدب وبخاصة في فروع التاريخ. مهتمة بجماليات الصناعات الحرفية والفنون التشكيلية والرسم. تتمتع بحس إنساني يتجلى في السعي نحو تبني حوار حضاري بين جميع الأمم والشعوب. وصفتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية بأنها أول وزيرة عمانية في تاريخ سلطنة عمان والخليج العربي. تحدثت عنها وناقشت دورها في عدد من وسائل الإعلام الدولية والإقليمية والمحلية. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.